هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من سلطان عمان للتهنئة بحلول عيد الأضحى، وأيضا أمير قطر هنأ السيد الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه لنداء ماكرون بشأن بيان قمة ميثاق التمويل العالمي، ورئيس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخبار تانية كتير هنتابعها بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار. من جانبه أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. امبارح ايضا تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دوله قطر، واللي اعرب عن خالص تهنئته بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا لمصر حكومه وشعب كل الخير والتقدم والرخاء، في حين اعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئه الكريمه، داعيا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه على دوله قطر الشقيقه والامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لنداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقديم الدعم لبيان قمة باريس حول نتائج القمة اللي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 22 و 23 يونيو 2023 حول ميثاق التمويل العالمي الجديد واستكمال الإصلاح لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تهنئة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأيضاً الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا العزيزة بالخير والبركات. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسددها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مشددة على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين أو تحملهم أي أعباء أو رسوم مالية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الدفاع الجوي احتفلت بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، واللي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي. وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمر صحفي وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي اللي قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة، وأيضاً قدم التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في كافة ربوع الوطن يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ليكونوا حصن منيع ضد من تسول له نفسه لاقتراب من سماء مصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم، نظمت المنطقة المركزية العسكرية على مدار يومين متتاليين عدد من الأنشطة والفعاليات لعدد من ذوي الهمم وأسرهم بمركز شباب أهالينا 2 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. أما عن أخبار المحافظات فشهدت مجموعة من الأحداث، واللي كان أبرزها تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحي منتزه تاني بالإسكندرية، ووضع خطة لتغطية المصارف داخل الكتل السكنية بالوادي الجديد. كمان معنا انطلاق الحملة التنموية الشاملة بشبين القناطر في محافظة القليوبية، وشوبن وصوامع محافظة المنيا بتستقبل 466 ألف طن قمح، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة الإسكندرية أعلنت أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحي منتزه ثاني خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وده بوضع خطة لسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، وتم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 60% حتى الآن. محافظة الوادي الجديد أعلنت عن إعداد خطة بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية للحد من مخاطرها حفاظاً على أرواح المواطنين، وأيضاً للحفاظ على المياه اللي بيعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. محافظة الأليوبية أطلقت الحملة التنموية الشاملة لنظمتها المحافظة لتنفيذ عدد من الفعاليات، من بينها القافلة الطبية الشاملة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة للقافلة الغذائية لتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وأيضاً مشروع سيارة التدريب لتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة. محافظة المنيا أكدت أنه تم توريد 466 ألف طن من محصول القمح، وده من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 243 ألف فدان لهذا العام. مديرية التضامن بمحافظة المنوفية أعلنت وضع خطة عمل متكاملة تستهدف ذبح 232 رأس ماشية بالمجازر الحكومية خلال أيام التشريق تحت إشراف الطب البيطري لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، ده بالإضافة لتوزيع 11 طن لحوم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجاً من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال أبحاث ميدانية وقوائم بيانات لوصول الدعم المستحقي، بالإضافة لتوزيع عدد من الكراسي الكهربائية والمتحركة لذوي الهمم والحالات الإنسانية، وأيضاً تنظيم معارض لتوزيع ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً. وزعت جامعة أسوان 120 كرتونة مساعدات مواد غذائية من مؤسسة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً من العاملين بالجامعة، وشملت العاملين بالجامعة من العمال وأصحاب الحرف، وبيأتي ذلك في إطار التكافل الاجتماعي والعمل على مساعدتهم في ظل الظروف المعيشية وتدني الأجور ليهم ومن أجل رسم البسمة على وجوههم. محافظة الغربية افتتحت عدد من المنشآت التعليمية والرياضية ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وضمن خطة التوسع في بناء وتطوير المدارس بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة، ده إلى جانب التوسع في إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب اللي بتسمح بممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة الشبابية للنشء والشباب. أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية ننا مركز أهناسيا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات ضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1337 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان.